الشرفه حنا عند بهجاوه جينا نسمع شويه د النكت المراكشيه وداك الشيء. يلا وضحكوا معايا قاطع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف دارت الوقت؟ والله دابا بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. الله يكرمك. قول لنا شنو كاين تقول. ضروري الا بغيتي. مرحبا. الله يمشي عليك بربي. صام بروكا قال لك هذه واحد المره مشات هي وبنت عند واحد الطبيب. ايه وهي دخلت دوز لها وهي ملي خرجت تقول لها البنت امي اش لقى عندنا؟ قالت لقى عندي 5000 راه التاليه. مرحبا. 5000 ريال باش دوز. يا باش دوز لها. داكشي لقى عندها. داكشي لقى عندها. مرحبا. وما بقى عندها والو. كل ما لا صح الله يجازيك. الله يكرمكم العام. لا شنو كتصوب بعدا؟ هي الترسو. هي الترسو هي ديزانيمو هادو. اه الترسو كي زانيمو. اه. شنو هذا الغزال؟ لا هذا الحمار. اييه. ما قلتيه. وهذا الجميل. اييه. ها هو تاعو ديال السجي. عينيك عينيك. عينيك اخويا الله يحفظ السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. كي درتي يا الله يحفظك. منني؟ الحمد لله. مرتاح؟ الله يكبرك. وشي وعدك؟ الحمد لله. الله يحفظك الله يجازيك ما قلناش من كيتا. هي الحبيب. ايه؟ قال لك هذا واحد جا سكران للدار. دخل للدار حيد الجلابه ديالو وهي علقه في واحد المعلقه. داز واحد شويه من الحدار جا من حدار لقاها طاحت. ويقول الحمد لله على السلامه وتي ما كنتش فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاباس عليك الجناني انت هو يسطا وداك الشيء ميه. ايوا ان شاء الله. الله يغفرك. الله يعاود. قول لي نقول لك نخرج عندك شي مكيته بيتي انا كنت تاع العائله ولا جا العائله لا تكون متختغه وبعقلها. واخا قال لي المهم قال لك اسيتي واحد السيد تعرفوا كاع الناس مالي الطاكسيات مراكش ما تيبيش يركبوه. علاش؟ بلاتي واحد نوبر ركبوا واحد السيد شير لي ركبوا قال لي عافاك وصلنا الرياض عروس غادي بيه وصلوا الرياض عروس. قال لي شحال عندي عافاك في ديك البركه؟ قال لي عندك 10 درهم ويجري هذاك ها ويجد واحد 5 درهم واحد شحال قال لي على ملم راه قلنا لك 10 درهم ماشي 5 درهم قال لي علاه انت بغيت تجي فابور خصم معايا لافير. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مولاي الحمد لله. مرحبا. قول لنا شنو كيتا هو هذاك هي هذيك شي نكته مراكشيه. ايه في خاطر الناس تاع المغرب. مرحبا. قال لك اسيدي هذا واحد السيد عنده واحد المراه وهذيك المراه ديالو هذاك السيد قاصح شويه مشات عند الواحد الجزار نعم سيدي هي توصيه. الله. قالت لها سيدي لا ما وجد لي شي نسال طالع حمار بنعطيه للراجل ديالي باش يولي ظريف تكلو القلب. اييه. المهم هذاك السيد صاحبو الجزار داز عنده ويوصي قال له انت راه المراه ديالك راه جات عندي راه وصاتني على لسانة الحمار هكا. قال لي المهم شي باس ما كاين اتفق هو وياه. قال لي الا جات عندك عطيها شي نسال تاع البقري يكون مزيان مليش. المهم اي المهم هذاك دازت واحد اليومين رجعت عنده المراه ويوجد لها واحد النسال تاع البقري قال لها هذا راه ديال الاحمر تي للراجل اللي ياكلو راه غادي يتصاوب. المهم ديك السيده صوبت الطاجين على نيتها المسائل هكا جا الراجل بالليل يزرد جاي من الخدمه جاي بيزرد مع راسو قالت تياكل قال للمراه زيدي تاكلي هي في راسها تدخل قالت ليه ما فيا اللي ياكل ضرني كرشي ما هكا. المهم السيد قاعد عطى لذاك الطاجين قتلها كان مع راسو شبع دازت واحد اليومين السيد ما بقى بيخرج يخدم ولات المراه تجي تقول ليه اه سيدي محمد راه خصنا الزيت راه خصنا الدقيق وتيدير فيها من الفراش هكا وتيقول لها ها ها ها. السيد مشى عند الاستاذ هو مكلخ هو يقول له الاستاذ عنده ولد مكلخ هو ويقول له الاستاذ شوف سير جيب باك جيب باك ولا غادي نطردوك هو جيب باك. قال له اخو هذا الولد عندك مكلخ قال له انت شوف باش تعرفوا مكلخ سير قلب عليا في رقم واحد في القسم رقم واحد مشى تيقلب هذاك تيقلب ما لقاش جا عنده قال له ها كاع ما لقيتك ويعطيه باب باق ويقول لي قلب في رقم جوج ورقم ثلاثه ما قال لي رقم ثلاثه ورقم اربعه قال لي انت. هذا واحد حلف في واحد مشاو عنده قال لهم مشى عنده دخلتوا العروبيه قال لها ودي لا قلتي لي واحد مشيتي للمدينه قلتي لي واحد شري لي كات كات. هذاك العروبي ما عمره جا للمدينه لهنايا فعلا جا للمدينه هنا وراه صاحبنا قال لي راه هو صحاب داوتو قال لي راه هو مشى عنده قطع الشانتي وبقى تضرب فيه تضرب فيه تامت الله يرحمه فعلا مشى لها كشرى ليه كات كات دار العروبيه دخل فيها العروبيه طوطو شاف خوه كات كات قال واه
ديك ما باع البقر هذا، ديك ما باع الارض هذا، لا بان ليه كل شيء. وهذاك مشى سولو واقن بلا الهضره، قال لي انا مشيتي لمتين وضربتي شي واحد عطوك طوموبيله تماك. الله الله صاحبنا جمع حويجاتو جا للمدينه، كي خرج من المحطه بان له عبد السلام، بان ليه واحد بوليسي طاح المرور هكا، بان ليه صاحبنا بقى تضرب فيه حتى جا ما طاح جمعات الزوقه تمشي لابيلانس. قال لهم وبيت انا بيت هذه بحال تاع خويا.